بالتزامن مع عرقلتها لجهود السلام وعدم تعاطيها الإيجابي مع المقترحات الأممية بشأن تحييد ميناء الحديدة، تواصل ميليشيا الحوثي معاركها الاستهزازية على حدود اليمن مع السعودية. فمع صبيحة فجر اليوم الأحد قتل أحد جنود القوات المسلحة السعودية، وبحسب وكالة واس السعودية فإن الجندي السعودي علي هروبي قتل في وقت صدت فيه السعودية خلال اليومين الماضيين وفق وكالة الأناضول هجمات مكثفة للحوثيين قبالة نجران وجازان وعسير. تشهد الحدود مع السعودية معارك متقطعة بين الميليشيا الإنقلابية والقوات السعودية منذ عامين، وفي الفترة الأخيرة تصاعدت حدة المعارك بين الطرفين، وبمقتل الجندي هروبي يرتفع عدد قتل السعودية على الشريط الحدودي إلى 49 جندياً منذ 10 مايو الماضي وفق إحصائية وكالة الأناضول. وعلى مدى الأشهر الماضية أعلنت جماعة الحوثي لأكثر من مرة إطلاقها لهجمات صاروخية مستهدفة ما تقول الميليشيا العمق السعودي، وبالمقابل تواصل طائرات التحالف العربي شن غاراتها على مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الانقلاب في صعدة ومناطق أخرى. كان التحالف العربي قد اتهم السبت الماضي ميليشيا الحوثي بتحويل محيط مقرات تابعة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في صعدة لأغراض عسكرية، وقالت الأناضول نقلا عن قناة العربية إن التحالف رصد نشاطا عسكريا للحوثيين قرب تلك المقرات. معارك مستمرة على الحدود بين اليمن والسعودية، هي في تقدير مراقبين معارك استنزاف، لكنها في نظر عسكريين جزء من حرب طويلة الأمد ستظل فيها الحدود السعودية مستهدفة طالما ظلت اليمن رهينة توازنات الإقليم وخارج اهتمام المجتمع الدولي.